السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة ميريبيلا، اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بسطلة بالدجاج بمذاق الحوت. كيجيو رائعين بزاف، اقتصاديين. ولدات خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة غادي ندوزو المكونات اللي غادي نستعملو في الدجاج. عندي هنايا الدجاجة ديال 2 كيلو و400. بالنسبة للعطرية عندي الكمون، الملح، الخرقوم البلدي، البزار، سكنجبير، تحميره، 2 وريقات ديال الرند. عندي واحد حامضه ونص مصير، كناخذ اللب ديالو وكنقطعو طريفات صغار. 3 المعالق ديال قزبر ومعدنوس مقطعين، 3 دروسه ديال الثوم محكوكين، صوص صوجا، 1 ضامه ديال الحوت. عندي الهريسه، بودره ديال الثوم، توابل ديال شرمولاد الحوت والتوابل ديال بسطيلات الحوت. على بركه الله، دابا غادي نوجدوا الشرموله ديال الحوت اللي غادي نشرملو بها الدجاج. غادي ناخذوا شي باسين ولا شي بانيو، المهم نتوما فاش متعودين كتوجدوا تتشرملو. المهم شي حاجه تكون يا اما ديال الدجاج ولا ديال البلاستيك، ما ديروش حاجه ديال المعدن. غادي نديرو قزبر ومعدنوس مقطعين، هذوك الدروس ديال الثومه محكوكين، اللب ديال حامضه ونص لكم كنحيدو ليهم وكنحتفظوا بالقشره، غادي نستعملوها مازال. كناخذوهم كنحيد لهم داك العلف ديالهم وكنقطعوهم طريفات صغار. غادي نديرو سكنجبير، هادي كامل من الأحسن، تحميرة. أنا العطرية كندير عيني ميزاني، ما كان نديرش زعما معلقة ولا كنشوف أنا على حسب الدجاجة شحال غادي يقدي. شويه ديال الخرقوم البلدي، الكمون تقريبا 2 معالق صغار، الملحه غادي ندير ها قياس 1.5 معلقه صغيره، لحقاش باقي عندي الضامه ديال الحوت. عندي الهريسه مالحه، صوص صوجا مالحه، يعني ما نكثرش، والدجاج ديجا راه مغسول بالملح، البودره ديال الثوم حتى هي مالحه، داكشي علاش ما غاديش نكثرها. غادي ندير تقريبا الهريسه 1 معلقه صغيره، زيد شويه راه ما كتبانش، واخا هاد معلقه صغيره راه ما زعما ما كتعطيش شي حروره في هذا في الدجاج. الضامة ديال الحوت غادي ندير البودره ديال الثوم، شويه توابل هادو ديال الشرموله ديال الحوت زوينين، كيعطيو واحد المذاق واعر بزاف. هادو كي واخا كندير العطريه ضروري كندير منهم تقريبا 1 معلقه، حيت منين كنشرمل فيهم الدجاج كيعطيوني النسمه ديال الحوت. هادو هاد القريعه ديجا راه كان فيها حتى هي الشرموله، هذا الشرموله ديال العطريه ديال الشرموله ديال الحوت، منين دارت ليا منين خوات غسلتها ودرت فيهم هادو العطريه ديال بسطيله الحوت. راه كيتباع عند لي كاينين عطاره اللي كيبيعوهم، راه دابا داكشي ولا موجود. تقول لي عطيني العطريه ديال بسطيله الحوت اعطيها لك، هما فيهم واحد الريحه اللي زوينه، ديما كنستعملهم كيعجبوني في البسطيله.
ندير منهم حتى هما شويه. غادي ندير صوص صوجا وغادي نخلط الكل مزيان. واحد الريحة طالعة من الشرمولة واعرة بزاف، الريحة ديال الحوت. غادي ناخد واحد شوية ديال الماء، واحد نص كاس فاش نشرمل. غادي نبدا نشد الدجاج ديالنا، نحك عليه هاد الشرموله بحال هكا مزيان، قطعتو باش ما يشدش ليا البلاصه هكا في الباسين. نحك عليه الشرموله مزيان بحال هكا. ديجا الدجاج راه مغسول مزيان، كنغسلو بالماء والملح. ها كنحكو عليه الشرموله مزيان، باش تدخل مع هذيك الشرموله راه ما كيجيش نهائيا، يعني ما تيبقاش يبان فيه المذاق ديال الدجاج بهاد الشرموله اللي داقو يسحب غير حوت. غادي نشرملوه مزيان بحال هكا، ها هو ندير عليه ديك الشرموله. غادي ناخدوه نرقدو بحال هكا، وغادي نغطيه بحدا بالسلوفان. غنغطي هاد غاد الزلافه ديالنا بالسلوفان. ها بعدا نسيت غندير وريقه ديال الرند هنا في الجنب، وغادي نغطيها كي قلت لكم بالسلوفان، وغادي نبيتها في هذا، وغادي نبيتها في الثلاجه. بحال دابا انا ملي كنبغي ندير هاد البسيطلات، يعني ملي كنبغي نديرهم الليله اللي قبل، كنمشي كنوجد هاد الدجاج هذا كنشرملو وكنغطيه بالسلوفان وكنبيتو الليله كامله في الثلاجه لغد ليه عاد باش كنطيبو. كل ما هذا كل ما الدجاج ترقد في الشرموله ديال الحوت مزيان، كل ما كيعطي نتيجه اللي زوينه وكيجي بنين، فهمتي؟ كيجي واحد كيجي فيه المذاق ديال الحوت، كيجي زوين بزاف. الناس الا كنتو بعدا شي واحد اللي باغي يدير هاد البسطيلات وزربان عليهم، يعني ما يمكنش ليه يشرملهم في الليل، خليهم واحد ساعتين ثلاثه ديال السوايع، ولكن هما من الاحسن انهم يبات الدجاج في الشرموله باش كيجي زوين. المهم انا غنغطيهم نخليهم في الثلاجه لغد ليه ان شاء الله عاد باش غادي نطيب. من بعد ملي كدوز ليله كامله على داك الدجاج اللي شرملناه بالشرميله ديال الحوت، كناخذوا شي كوكوط ولا طنجره اللي غادي طيبوا فيها. غادي نديروا فيها الزيت بنوعيها، غنديروا زيت المائده وزيت الزيتون. غادي نزيد عليهم واحد جوج بصيلات صغار مشلضين،
نخليهم حتى يبداو يتشحروا شويه، وغادي نزيد عليهم داك الدجاج ها هو اللي شرملنا، واحد الريحه كتعطي منه زوينه. نحرك هاد البصيله شويه، غتبغى تتشنشن بحال هكا، نبداو نحطوا الدجاج. هذوك اللي قد سيدنا موسى تا هما نديرهم. هاد الشرموله غادي نزيد عليها واحد تقريبا واحد جوج زليف ديال الماء ونخويها صافي. وغادي نسد عليها نخليه الدجاج تيطيب. غادي نسد عليها ونخلي الدجاج ديالنا حتى يطيب في الوقت اللي غادي نخليو الدجاج يطيب. غادي ناخذ الفيرميسيل اللي غادي نستعمل، غادي نرطبها في الماء تقريبا واحد 200 ما بين 200 250 غرام ديال الشعريه الصينيه. غادي نرطبها في الماء بارد ونتلاقاو باش نشوفو الشرموله اللي غادي نديرو ليها. دابا غادي ندوزو باش نوجدو الشعريه الصينيه اللي غادي تكون مع الدجاج. عندي هنايا الشعريه الصينيه كي قلت لكم كنرقدها في الماء بارد وكنقطعها هكا، تقطعها بشي موس كبير ولا بالقراده اللي كنقطعو بها القزبر ومعدنوس. عندي هنايا تقريبا جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. عندي زيتون خضر مقطع حتى هو كنقطعو صغير. عندي بواطه ديال الشامبينيون صغيره حتى هي مقطعه صغير. هذيك القشره اللي بقات ليا ديال الحامض، ديك القشره ديال الحامض اللي بقات لي ديك حامضه ونص اللي درنا في الدجاج، اللي درنا اللوب ديالها في الدجاج، ديك القشره اللي كتبقى لي كنقطعها طريفات صغار بحال هكا. عندي زيت المائده وزيت البلديه. عندي البودره ديال الثوم، هذا العطريه ديال الحوت اللي استعملنا في الشرموله ديال الدجاج. عندي الهريسه، هذا سكنجبير، الخرقوم البلدي، التحميره والبزار. الا شفتوا هنا ما غنديرش الملحه حيت كل شيء عندي هنايا مالح. عندي القشره ديال الحامض مالحه، الهريسه مالحه، بودره ديال الثوم مالحه، وهذيك شويه ديال الشرموله اللي غيشيط ليا من الدجاج ملي غنطيب الدجاج وغنخليه حتى كينشف، داك شويه ديال اللي كيبقى ليا مع ديك البصيله، ديك العطريه اللي كتبقى في ديك البصيله في الكوكوط، غادي نزيدها حتى هي ملي غيطيب لي الدجاج غادي نزيدها على الشعريه. على بركه الله دابا غادي ندوزو نوجدو ديك الشعريه الصينيه. غادي ناخذو شي مقله نديرو فيها زيت البلديه وزيت المائده، اللي بغى يدير حتى معلقه ديال الزبده يديرها، حتى الزبده كتشحر في هذيك الشعريه كتجي زوينه. غادي ندير الشعريه الصينيه، غنوريكم اش من نوع انا اللي كنستعمل. كنستعمل هذه ديال الروز، صراحه هذه زوينه هي اللي كنستعمل. وكنرقدها في الماء بارد، يعني كنديرها في الماء بارد ما نديروهاش في الماء سخون. غادي ندير لها العطريه، نقصيها العافيه، خلطها دخل معايا ديك العطرية. غادي ندير العطرية
ديال الحوت شكنسيها ليا، بودرة ديال الثوم، ديروها على عافيه مهيله، ما تجهدوش العافيه باش ما تلصقش ليكم. انا اصلا هاد المقله هادي راه ما كتلصقش. نخلط مزيان ها هي باش هاد العطريه شربها ليا هاد الشعريه كامله بحال هكا. غندير مهبطه صغيره مع مراش ديال الهريسه، اللي بغى يدير كثر يديرها. ديجا كنت لكم غنزيد عليها ديك الشرموله اللي هذاك الشيء يبقى ليا في الطنجره، ديك البصيله وداك الشيء غنزيدو عليها. ديجا هذيك راه فيها الحار، اللي كيبغي الحار بزاف يديرو، كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. انا ما نكثروش، ما نكثرش الحار. ودابا غادي نزيد الزيتون الربع، الشامبينيون، اللي بغى يزيد شامبينيون نوار يزيدو، يقدو في الماء بارد حتى يتطلق، يقطعو حتى هو صغير بحال كيقطعنا هاد الشامبينيون هذا والزيتون والحامض، وتضيفوه. غادي نحرك الكل مزيان وغادي نبدا نحرك الكل مزيان وغادي نخليهم حتى يدخلها طياب. مهم ردوا معاها البال باش ما تعجنش ليكم، بقاو هكا ردوا معاها البال وحركوها هكا مره مره، وما تجهدوش عليها العافيه حتى طيب هاد الشعريه هادي. من بعد ملي حيدنا داك الدجاج من الكوكوط وصفيناه، داك شويه ديال المريقه اللي كيبقى عندي راه ضفتو على الشعريه ديالنا. غادي نزيد عليها واحد شويه ديال صوص الصوجة، تقريبا واحد جوج معالق كبار صافي. وغادي نبقاو نحركو فيها حتى تنشف وندوقو. الا كانت خاصها الا خاصها شي حاجه، الا بانت لكم خاصها الملحه، ولا هي من ناحيه الملحه راه ما غاديش تخصها، لحقاش كلشي هادشي اللي درنا فيها مالح. ودابا زدنا شويه ديال صوص الصوجة، الا بغيتو تزيدوها شويه ديال الحار كيبقى على حسب الذوق ديالكم. دابا غادي نبقى نحرك فيها حتى تنشف مزيان، ومن بعد غادي نفتت داك الدجاج باش نبداو نمونطيو في البسطيلات ديالنا. الحشوه ديالنا ها هي موجوده، فيرميسيل ها هي، خليتها تبردات. الدجاج ها هو راه فتتو، حيت له العظام كاملين، العظام والجلده اللي فيه. قلت لكم شويه من لاصوص اللي كانت بقات ليا في هذيك البصيله اللي دغمرات اللي طيبت فيها الدجاج، شويه درته مع هذا، ضفته مع الشعريه الصينيه. بقى ليا هاد شويه، شو ها راه البصيله خاطره. منين غادي نخلط هاد الجوج، ناخذ بعدا شي بانيو غادي نخلط هاد الجوج مع بعضهم، الفيرميسيل والدجاج. الا بان ليا الدجاج شويه ناشف غادي نزيد عليه، الا بان ليا الدجاج شويه ناشف غادي نزيد عليه شويه من هاد لاصوص. بان ليا القياس هو هذا صافي، ما كنزيدهاش، كندير شويه مهكه وشويه هكا باش ملي كنخلط كينسجم لنا كلشي مع بعضو.
هاد الحشوه كتجي زوينه وكتعطينا كميه اللي كثيره. غادي نخلطهم مزيان مع بعضهم. كي قلت لكم جاني شويه حتى شويه ناشف، غادي نزيد شويه من هاد لاصفه شويه، بان لي القياس هو هذاك صافي، ما غنزيد حتى شي حاجه. دوقوا نتوما الا خاصكم، الا جاكم خاصه الملحه ولا الحار ولا شي حاجه زيدوها. نخلطوهم مزيان. دابا غادي نخرج الورقه ديالنا من الثلاجه باش نقطعها ونبدا نشكل في البسيطلات ديالنا. كنخرجوا الورقه ديالنا من الثلاجه، غادي ناخذ الكميه اللي باغا والباقي غادي نغطي باش ما تنشفش. نغطيها وردها للثلاجه حتى نبغيها. غادي ناخذ الورقه ديالي نقادها مزيان هكا، نحيد ليها غا هاد شويه هذا لهنا. ديروا شي ديروا هادي ديال البيتزا اللي كنقطع بها نيت انا، ولا شي مقص ولا موس ماضي، حيدوا شويه اللي كان فيها هاد التنتيفات هادو، حيدوهم. غادي نقسموها على جوج. بسم الله. وكل وحده من هادو حتى هي غادي نقسمها على جوج. هادي حتى هي نغطيها بشي زيت باش ما تنسى باش ما تنشفش ليا. صافي ناخذ كل جوج بحال هكا. غنخدم بهادي، خدمو بشي سيركل ولا بهادي. هاد الغطايه هي اللي كنبغي نخدم بها البسيطلات، كيجيني العبار هو هذاك. ناخذ الورقه ديالنا ندهنها شويه بالزويته بحال هكا، ندير وحده هكا، وحده كتشوف لهاد الجهه، وحده غتشوف للجهه الاخرى. بحال هكا. وغادي ندير الحشوه ديالنا الوسط بحال هكا. انا ما كندهنش بالبيض ديما، البسيطلات الا كنت غنديرهم انا في هكا اللي غنكون غنحتفظ بهم واحد الوقت في الكونجيلاتور، ما تنديرش فيهم البيض، ما كنخدمش بالبيض نهائيا، كندير غا زيت المائده صافي. وراه كيلصقوا، ها ضغطوا عليهم راه غادي يلصقوا. كنبغيش نستعمل البيض في الحاجه اللي غندير في الكونجيلاتور. نصوبو الجناب على هاد الشكل وحنا كنضغطو. هاد الزوائد اللي كيتبان لينا هنا باش ما تجيناش الورقه كثيره، كنضغط عليها مزيان. كنحط دابا نجيب شي طاوه، نجيب شي طاوة نستفهم فيها
غادي نستمر هكا، نعاود معكم وحده اخرى. اللي ما بغاش يديرهم هكا دايرين، بغاو يديرهم مربعين يديرهم بسيطه، كيبقاو الشكل ديالها المعتاد داير هو اللي كيجي زوين، وصراحه انا هو اللي كيعجبني. شويه ديال الزيت، كاينه دابا الورقه ملي كتجيبها الصباح وكتبقى عندك كتبدا تنشف، نديرو الحشوه. اللي بغى يزيد معاهم لي فخوماج يزيدهم، موتزاريلا ولا فرماج حمار، المهم على حسب اللي متوفر عندكم. اللي بغى يزيد الفرماج يزيدوه، انا كنخليها هكا. بعض المرات كندير فيها الفرماج، الا درتها هكا كبيره، الا درت هكا صغارات ما كنديروش فيها. مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا. من بعد ملي كنعمر البسيطلات ديالنا كان نثقبهم بشي كوردون بحال هكا باش ما كيتنفخوش لينا، شي ربعه ديال الثقيبات بحال هكاك. من بعد كناخذ غا زيت، زيت المائده، وكندهنهم. اللي بغى يزيد عليها الهريسه يزيدها عليها، انا ما غنديرهاش حيت غياكلوا الوليدات الصغار. ديجا راني دايره الحار لداخل، مبغيتش نعاود نديرها. المهم اللي بغى يزيد يدير الهريسه مع الزيت يديرها. غادي ندهنهم مزيان وغادي ندخلهم الفرن اللي يكون مسخن على درجه حراره 200، غادي نشعلهم الفوق والتحت ونخليهم تيتشمعوا لينا. الشكل النهائي ديال البسيطلات اللي حضرت معكم اليوم، بسيطلات بالدجاج مالحين مذاق الحوت، كيجيو رائعين بزاف، مذاق ديالهم كيجي هائل واقتصاديين، ما فيهمش زعما مكونات اللي كثيره، كيجيو مقرمشين وكيجيو لذاد. بالنسبه للتزيين هنا انا درت لي طرونش ديال الحامض، زيت بشويه ديال الفرماج حمر محكوك، المهم التزيين كيبقى على حسب اللي متوفر عندكم. بالنسبه لهادو اللي شمعت، هاد البسيطلات اللي بغيت نحتفظ بهم في الكونجيلاتور، ها هما كنشمعهم في الفران. كيف كنقول لكم انا راه البسيطلات ديالي ما كنديرش لهم البيض، غا هذيك الزيت وكيبقاو قابطين في راسهم ما كيتحلوش. غادي ناخذهم نخليهم حتى يبردوا مزيان، دابا درتهم في هذه نخليهم حتى يبردوا مزيان. من بعد غادي نديرهم في شي بلاستيك ديال الكونجيلاتور بحال هذا اللي كندير فيهم دائما البسيطلات ولا البريوات ولا اي حاجه، ويمكن ديرهم في بلاستيك عادي، وحتى الا بغا يديرهم في بواط يمكن ديروا لهم السلوفان بحال هكا، تليهم في السلوفان الوقيته اللي بغيتوا طيبوهم. كتخرجوهم دخلوهم الفران يكون مسخن من قبل، المهم على حسب الفران ديالكم، تسخنوه على 180 ولا انا بطبيعه الحال كندير 180 درجه ملي كنخرجهم من الكونجيلاتور، كنشعلهم من الفوق والتحت وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم. كيطيبوا ليا من التحت ومن الفوق وكيتحمروا كيجيو زوينين بحال يلاه صوبتوهم. المهم هذا هو الاقتراح ديال اليوم، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم كما العاده. ما تنساوش ديروا لي لايك اشتراك، وما تنساوش تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال القناه. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. سلامه.